السلام عليكم بناس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف والاحوال ان شاء الله. عشكم بروكه باش تمنيتو الصحه والسلامه. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو السابق تصوبنا العسل، بدينا التحضيرات ديالنا ديال رمضان. اليوم غادي نشوفوا الصفوف ولا سلو ولا الزميطه، كل واحد فين كيسميها. تقليديه ما فيها لا اضافات لا حتى شي حاجه جديده، مع شويه ديال الاسرار ديال النجاح ديالو. وكيف ما كتشوفوا هادو هما المقادير، انا غادي ندوزو غادي تشوفوا معايا. تشوفوا هنايا عندي 2 كيلو ديال الفورص محمر في الكوكوت ثقيله، غادي ديروا نص كيلو بنص كيلو تحمروه على نار مهيله، وغادي تبقاو كتحركوا تعطيكم هذا اللون، هذا اللون اللي ذهبي وزوين، حيت شي الا زدتو حمرتوه بزاف كيجي المذاق ديالو مر، كيجي السلو ديالكم المذاق مر. عندي هنايا كيلو ديال السكر كلاصي، ولكن ما غنستعملوش كله على حسب الذوق، ما نديرش هادشي كله باش ما يجينيش سلو حلو بزاف. عندي هنايا 2 كيلو ديال الزنجلان، كيف ما كتشوفوا 2 كيلو محمره، هذه خليتها صحيحه، وهذه هرمشتها هكا، وهذه ضعقتها. هاد الزلافه ديال الزنجلان تعقتها مزيان حتى عطاتني الزيت كيف ما كتشوفوا هنايا. شوفوا كي كتولي بحال املو، تعقوها مزيان باش ما تستعملوش الزيت بزاف في السلو ديالكم. عندي هنايا كيلو ونص ديال الكاوكاو الاحمر، كاوكاو الاحمر الصغير البلدي، حتى هو غادي خديت منه هرمشت هادشي وخديت منه زلافه حتى هو وضعقتها بحال املو كيف ما قلت لكم باش كيعطيني الزيت. هنا عندي كيلو ونص ديال اللوز، خديت منه زلافه باش نزوق السلو ديالي، وزلافه حتى هي طحنتها مزيان. عندي هنايا النافع البلدي، عندي منه 2 معالق كبار، ما تكثروش منه هذا كيمرر السلو. وهنايا عندي 4 المعالق كبارين ديال النافع البستاني، المسكه الحره، الجوزه. هنا عندي الزيت كيف ما كتشوفوا، هذه راه زيت روميه، راني قليت فيها اللوز وقليت فيها كاوكاو حتى هو دوزتو فيها. عندي معلقه ديال السمن، السمن على حسب الذوق، كاين اللي يبغي يديرو كاين اللي ما يبغيش يديرو، مهم احنا مازال كنستعملوا السمن في السلو ديالنا. عندي هنا نص كيلو الزبده، 2 معالق كبارين ديال القرفه. كنتمنى ما كون نسيت حتى شي حاجه في المقادير، ولا نسيت شي حاجه غتشوفوها معايا في طريقه التحضير ان شاء الله. ندوزو دابا للطريقه. هذا هو اللوز بعد ما فركناه، غادي نقليه في الزيت بارده، ضروري يقليوه في الزيت بارده، هذا هو السر ديال اللوز باش ما يتخطف لكمش اللون ديالو ويبقى خضر من الداخل ومن برا كيتحرق. قليوه في الزيت تكون بارده، وهاد الزيت هادي غندوزو فيها تا كاوكاو حيت كيعجبنا المذاق ديالو مقلي، واخد حمرته في الفران غادي نقليه. هذه الزبده درتها فوق البوطه كدوب، كاين اللي كيبغي حتى كيردها محمره،
كيبقى يحيد لها الحليب اللي كيطلع كله تكردها محمره. حنا غنستعملوها غير هكا دايما. وفي التخلاط غنستعن بماما هي اللي غتخلط لنا السلو وبقاو معانا. السلام عليكم ورحمه الله. من بعد ما غربل لنا الطحين غادي نزيدو الحاجه الناشفه. هنا غادي نضيفو ديك ثلاثة دلايف اللي طحناهم بحال آملو. البوزه محكوكه والمسكه الحره مدقوقه مع سكر بلاص. غادي نديرو قريصه ديال الملح ضروري في اي حاجه في الماكله كنديرو الملح.
النتيجة النهائية ديال السلة اللي حضرت قدامكم اللي وصفة غنية عن التعريف عند المغاربة كاملين، وكل مغربية حرة كتعرف تصاوب السلو اللي وصفة ضرورية في المائدة ديال الإفطار ديالنا وفي السحور مع شي بريري ديال أتاي. الصحة والراحة ما نقولكمش على المذاق ديالو، جا رائع وكنتمنى كل وحدة تجربه. ما تنسوش تدعموني وشكرا على المتابعة، ومع فيديو آخر إن شاء الله.